من الكويت لأفريقيا إن شاء الله مع جمعية النجاة الخيرية. تفضل. هذه واحدة من الناقلات اللي إن شاء الله راح توصل أفريقيا، فيها مساعدات أهل الخير والمقدمة من جمعية النجاة الخيرية بالتعاون مع صناع الخير للعمل التطوعي. اللي قاعد أشوفه وراي شيء يسعد القلب. الحمد لله رب العالمين. هذه يعني تبرعات أهل الكويت، تجهيز أو تحضير صار له تقريبا شهرين على قدم وساق الشباب والفرق التطوعي قاعد يشتغلون بهالمكان، وان شاء الله باكر راح تطلع هذه الشحنه كامله 51 طبليه تقريبا 30 طن الى جمهوريه تشاد. مساعدات طبيه بالرقم واحد تقريبا اكثر من نص الوزن مساعدات طبيه، والباقي مساعدات اغاثيه ومساعدات تعليميه من تابلت وكمبيوترات وغيرها. شو اللي خلاكم تختارون تشاد بهالمره؟ تشاد من ضمن الدول المستهدفة في جمعية النجاة الخيرية، احنا نعمل فيها من أكثر من 6-7 سنوات ولدينا مكتب هناك، واحتياج كبير بأفريقيا خصوصا جمهورية تشاد من الدول اللي أشد احتياج من ناحية من كثير من القطاعات، التعليمي، الصحي، الثقافي، الاجتماعي. فكان سبب هذه الرحلة أو اختيارنا وتعاوننا مع وزارة الدفاع لتسير طيارة عسكرية إلى جمهورية تشاد لنقل هذه المساعدات اللي تعاونوا معنا فيها أهل الخير. أزمة كورونا يمكن أثرت وايد حتى إحنا علينا بالكويت، فما بالك في الدول الفقيرة مثل تشاد وغيرها من الدول الموجودة هناك. قاعدة تتعب الناقلات، وباقي آخر ناقلة عشان تروح وتتجه إلى قاعدة عبدالله مبارك الجوية. مساعدات ما شاء الله تعليمية وطبية وعدد كبير من مساعدات أهل الكويت. شنو مقدم النجاة الأيام الجاية إن شاء الله بعد هذه الحملة؟ النجاة الخيرية مقدمة إن شاء الله وايد أمور داخل وبرا الكويت، وإحنا مقبلين على شهر خير، شهر رمضان، اللي يعني نسأل الله تبارك وتعالى يبلغنا جميعا هذا الشهر ويعيننا على صيامه وقيامه، وتمر هذه الأزمة على خير إن شاء الله، أزمة كورونا. مشاريعنا الداخلية مستمرة من كفالات الأسر، من إفطار الصائم، من مساعدات الطلبة، وكذلك مشاريعنا بالخارج مستمرة وما تأثرت الحمد لله رب العالمين يعني رغم هذه الجائحة، إلا اللهم لك الحمد كبرت وزادت. 22 مارس عندنا حملة تخيل، وهذه الحملة اللي نطلقها للمرة الثالثة على التوالي لحفر الآبار، وتحديدا بأفريقيا في النيجر وتشاد وتقريبا 6 دول أخرى. إن شاء الله هدفنا في هذا اليوم في 22 مارس، وهو تزامن مع اليوم العالمي للمياه، سوينا الحملة الأولى والثانية وجمعنا فيها 1,400,000، حفرنا فيها 500 بير، استفاد منها ما يقارب المليون إنسان بفضل الله عز وجل.